النادي الاهلي يا استاذ عبد الناصر منذ اقل من ساعتين بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره، يعني خلاص بقى النادي الاهلي زي ما بيقولوا. خلينا ننفرد بداية. أحمد الأهلي منذ ساعتين يا جماعة أرسل خطاب رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وده تحول. فاكرين أنا قلت إيه امبارح؟ كان تعرفوا بس إن واحد خبير. قلت إيه امبارح للأستاذ أحمد السيد والأستاذ محمد مهدي رد فعل الأهلي إيه على الجدول؟ الأستاذ أحمد قال لي الأهلي بيدرس، والكابتن محمود الخطيب تواصل مع لجنة الكورة والكابتن سيد عبد الحفيظ. الأهلي تفاعل مع هذا الموقف ومع هذا الجدول الظالم وأرسل خطابا رسميا. قول لنا تفاصيل الخطاب يا أبو حميد. طيب تفاصيل الخطاب، يعني طبعا زي ما حضرتك تعلم المؤجلات تم اعلانها بالامس، في نفس الوقت زي ما احنا اتكلمنا بالامس الاهلي كان بيدرس وبيتابع، وكان في اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط في النادي الاهلي برئاسه كابتن محسن صالح، وعلى الفور يمكن الاهلي يرسل خطابا. الاهلي يطلب اداء مباراتي وادي دجله وسيراميكا كيلوباترا خلال فتره الاولمبياد بدون اللعيبه الدوليين. نارة النادي الاهلي ارسلت خطاب لاتحاد الكوره بتطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع وادي دجله في الاسبوع ال 22، ومباراه الاهلي مع سيراميكا كيلوباترا في الاسبوع ال 23 من الدوري العام، تتلعب في فتره توقف مسابقه الدوري اثناء اقامه اولمبياد طوكيو. طبعا النادي الاهلي موافق انه يلعب هاتين المباراتين بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، وده النادي الاهلي بيقول نصا جاء ذلك عقب اعلان اتحاد الكوره عن بقيه مواعيد جدول المسابقه والتي زادت من الضغوط غير المسبوقه التي يتعرض لها الاهلي، مباراه كل 72 ساعه، واستحاله اقامه المباراتين المشار اليهما في التوقيت المعلن عنه بسبب الظروف الصعبه التي واجهها الفريق، رغم انه الممثل الوحيد للكره المصريه في دوري ابطال افريقيا. واكدت اداره النادي الاهلي على ثقتها في استجابه اتحاد الكوره لطلب للعادل، خاصة أن الفريق الأهلي تحمل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري يحمل لقبها من الموسم الماضي. معلوماتي أيضا أن كابتن محمود الخطيب هيصعد هذا الأمر لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لأن الأمر زاد يعني عن طاقة النادي الأهلي، وأصبح من الصعب جدا 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 مع إعلان مواعيد المباريات أن النادي الأهلي في ثلاث أيام كل 72 ساعة مباراة، وعنده سفر لجنوب أفريقيا، وعنده سوبر أفريقي، وعنده سوبر محلي، وعنده كأس مصر. فالمنظر هذا المنظر، أنت كده هدفك هدف واحد، ارهاق لاعبي النادي الاهلي، افشال لاعبي النادي الاهلي، عدم حظ البطولات، تطلع النادي الاهلي من بطوله افريقيا، هو ده السبب اللي يعني مهما فكرنا ما نلاقيش مبرر غير هذا الجدول المرهق الغير ادمي غير التفسير ده. فاعتقد خطاب النادي الاهلي بيحاول يحل بيه، ده الفرق بقى، يعني ده مسؤول في النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيحاول يجد حلول يكون فيها عداله للكل، غير لما يكون في مسؤول بيصدر مشكله وخلاص بدون حل. النادي الاهلي طبعا مباراه دجله وسيراميكا كليوباترا ليه اختار المباراتين دول؟ لان طبعا هيكونوا قريبين جدا من سفريات الاهلي الافريقيه، طبعا لازم موافقه فريق دجله وموافقه كليوباترا، لان المباراتين يعني اعتقد كل نادي فيهم عندهم لاعب بيلعبه في المنتخب الاولمبي، يعني سيراميكا كليوباترا احمد ياسر ريان موجود، يعني موجود في دجله، يعني لازم موافقه الناديين طبعا، بالاضافه لموافقه اتحاد الكوره للترحيل واقامه فتره توقف الدوري اثناء الاولمبياد. لكن الاهلي بصراحه استاذ عبد الناصر المعامله صعبه جدا، الجدول غير ادمي بالمره، الضغط مصلحه الاهلي ولا المنتخب بعد كده، ما اللعيبه دي اللي هتروح المنتخب، حاجه صعبه جدا يعني. طيب ده يبقى ده تحرك النادي الاهلي اللي بننفرد معاكم، تحرك النادي الاهلي اول تحرك من النادي الاهلي ضد الجدول الظالم وقرعة الدوري وقصدي ومؤجلات الدوري المصري. الاهلي يرد بعنف على احمد مجاهد وخلفه ملايين الجماهير، ويرسل خطابا شديد اللهجة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إنقاذ الموسم الأهلاوي في القارة الإفريقية. ده مهم جدا جدا الكلام ده يا جماعة، وده أول رد فعل، وإحنا كنا انفردنا امبارح وقلنا الأهلي هيكون رد فعل، ناس كتير ما صدقتناش. النهاردة الأهلي بيرسل خطابا رسميا زي ما قال الأستاذ أحمد السيد.